أنا اخترت اليوم موضوع مهم جدا يتعلق بالتوجهات الحديثة في التسويق. صحيح أن تخصص تسويق في إدارة أعمال ليس موجود الآن، ولكن كان في السنوات الماضية وكان اهتمام كبير للطلاب بهذا التخصص. مع ذلك حتى ولو أن التخصص غير موجود، يبقى أن المواضيع التسويقية تدخل ضمن المواضيع المتعلقة بمقررات أخرى وبإدارة الأعمال بصفة عامة. موضوعنا اليوم هو التسويق الحديث والقبائل التسويقية كنموذج. مصطلح القبائل هو مصطلح مستعار من العلوم الاجتماعية، وهذا واضح، لكنه مستخدم اليوم في الفكر التسويقي بمعنى المجموعة أو community أو التجمع. في مصطلحات عديدة مشابهة لهذا المصطلح، ولكن استخدم كقبيلة لأنه يحمل في طياته نفس خصائص القبائل السابقة لكن على أسس مختلفة. ونعرف أن القبائل بصفة عامة مبنية على العرق، وهذا عادي، ولكن هذا ليس هو المقصود به. هنا مقصود به بوجود عناصر أخرى تكون مفهوم القبيلة. أبدأ حديثي يعني قبل أن أخوض في جانب النظري والجانب يعني المفاهيمي للقبائل التسويقية، أعطيكم هذه الصورة الكل اللي ممكن تعرف عليها. هذا الشخص ممكن سمعتم بهذه الحادثة، هذا اسمه الدكتور ديفيد داو، تعرض لإخراج أو يعني بالقوة من طائرة لشركة يونايتد إيرلاينز بتاريخ 9/4 منذ فترة قصيرة. هذا الطبيب سحب بطريقة، الفيديو موجود على شبكة التواصل الاجتماعي، والحادثة جاءت بسبب خطأ، مش خطأ يعني فيه صيغة في التعامل شركة الطيران تسمى أوفر بوكينج، من خلالها يتم بيع عدد التذاكر أكثر من الكراسي أو المقاعد الموجودة في الطائرة. هذا أدى إلى أن الشركة وجدت نفسها أن عدد العملاء أكثر من عدد الكراسي أو المقاعد، فاضطروا أنه ينزلوا بعض الأشخاص منهم هذا الشخص، لكن هذا الشخص رفض النزول. برفضه النزول تم استحضار الشرطة وسحبه من الطائرة بقوة، وتم تصوير الحادثة من طرف مسافرين ونشروه على شبكة التواصل الاجتماعي. خلال دقائق أصبح الفيديو أول فيديو في شبكة التواصل الاجتماعي في يوم 9/4، شاهده الملايين، مئات الملايين من المستهلكين أو المشاهدين في هذه الحالة. الحالة بعدها بحوالي 24 ساعة يعني استعرض مدير العام الشركة خطاب يشرح فيه أن ما تم عمله هو شيء طبيعي. بعد هذا الإعلان، بعد هذا التصريح، المستهلكين على شبكة التواصل الاجتماعي والأمريكيين بصفة خاصة وحتى من غير الأمريكيين استنكروا ذلك. استنكروا بمعنى أنهم تعاطفوا مع هذا الشخص تعاطفا كبيرا، فقرروا إنشاء ما يسمى مقاطعة لشركة يونايتد إيرلاينز. هذا الحملة الكبيرة من طرف المستهلكين خلال أسبوع جعلت سهم يونايتد إيرلاينز يفقد 800 مليون دولار في البورصة، وهو يعني مبلغ ضخم جدا لم يسبق لشركة يونايتد إيرلاينز أن فقدته. بسبب ماذا؟ بسبب زبون أو عميل واحد. سؤالي، لو كان هذا الحركة أو هذا الواقعة وقعت منذ 50-60 سنة، هل يكون لديها نفس رد فعل؟ احتمال لا. لماذا؟ لأننا اليوم نعيش في بيئة منفتحة وفي تواصل مستمر مع الأحداث، والمستهلكين في حد ذاتهم يتعاطفون مع حالات مثل هذه لأنهم يشعرون بأن هناك علاقة ولو ليست مباشرة مع هذا المستهلك، ولكن يشعرون أنه يمكن أن يتعرضوا لنفس الشيء. وبالتالي اليوم عندما نحكي عن القبائل التسويقية نحكي عن هذا المفهوم.
أي خطأ أحيانا ترتكبه المنظمة قد يجد ردة فعل من أشخاص يستهلكون نفس المنتج، وقد يكون هذا ردة فعل مأساوية. في هذه الحالة بعد خسارة السهم بحوالي 800 مليون دولار، أي يعني أظن ما عندي المعطيات اليوم، لكن يقال أن نتائج أكثر يعني ممكن تصل إلى مليار دولار، وهذا يعني يعتبر من الخسائر الكبرى. خرج مدير العام للشركة واعتذر، واعتذر اعتذار، قال نحن لن نكرر هذا إلى غد. ولكن بعد ماذا؟ بعد ما حدث يعني وقعت هذه الخسائر، وهذه وهنا الخسائر المادية، نحكي عن الخسائر بعد ذلك المعنوية المتعلقة بسمعة الشركة في إطار يعني منافسة شديدة، ممكن هذه السمعة في النهاية تؤدي إلى فقدان الشركة حصص تنافسية في السوق. بعد ما شرحت هذا المثال البسيط اللي هو يعني وقع منذ أيام، أبدأ وأقول أن فكرة القبائل التسويقية مبنية على جزء مهم جدا نظري، وهو أن ما يسمى ما بعد الحداثة، أي الحالة التي نعيشها اليوم، ما يسمى البوست مودرنيزم باللغة الفرنسية، هو حالة من التي من خلالها المواطنون والأفراد يعيشون ظروف معينة ثقافية واقتصادية جاءت بعد فترة مهمة، وهي الحرب العالمية الثانية. فريدريك جيمنسون يقول أن الحداثة هي ذلك المنطلق الثقافي المهيمن للرأسمالية المتأخرة، بمعنى أن الرأسمالية بدأت مع بداية الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر أو بداية القرن التاسع عشر، ولكن اليوم نعيش رأسمالية تختلف عن الرأسمالية السابقة. لا أريد أن أدخل في هذا الحديث لأنه حديث فلسفي، لكن اليوم نعيش ثورة استهلاكية مختلفة تماماً على ما هو كان موجود في السنوات مثلاً الأربعينيات أو الخمسينيات حتى الستينيات من القرن الماضي. والذي يريد أن يدخل في هذا الموضوع يعني ممكن يقرأ مواضيع حول ما بعد الحداثة، يمكن يستفيد كثيراً. إذن هناك مدرستين في هذا الموضوع، موضوع ما بعد الحداثة ما يسمى بوست مودرنيزم. الأول يقول أن الفرد في هذه الحالة يتميز بالفردانية أو بالفردية، يعني الانديفيدواليزم أو باللغة الإيطالية الانديفيدواليزمو. أوكي، في هذه الحالة يحاول هذا الشخص أن يتحرر من الروابط الاجتماعية التقليدية. أوكي، ف الروابط بالنسبة له التقليدية هي روابط قديمة لا تناسبه من ناحية الاستهلاكية. الرأي الثاني هو لمافيسولي، يقول أن بداية الفردية من خلال بداية نهاية هذه الفردية، لأنه يرى العكس، من خلال البحث القلق لتوثيق روابط اجتماعية جديدة. معناه الفرد يريد أن يكسر حواجز سابقة مرتبطة به لكي يدخل في علاقات اجتماعية جديدة. أنا أعرف أن هذه المفاهيم معقدة فلسفية، لكن سوف أتي الآن بعد ذلك إلى الجانب التطبيقي. لكن دائما من الناحية العلمية يجب أن أعطيكم القاعدة التي ترتكز عليها هذه النظريات. إذن من المهم الاستيلاء على الذات من خلال خيارات مستقلة. الفرد يريد أن يختار، حتى أضع لك يعني، هل يمكن اليوم أن يأتي شخص يفرض عليك أي نوع من الجوالات تختار؟ هل يمكن يفرض عليك؟ ولا واحد. لماذا؟ لأنك ترى نفسك حر في خياراتك. أوكي، يمكن اعتبار أن الشخص اليوم رحالة بقوسين، يعني لا أريد أن أستخدم البدو، لكن يعتبر رحالة، يعني شخص ينتقل من استهلاك إلى آخر، من علامة إلى أخرى بحرية تامة. ونتيجة أن هناك تجزئة ل تجزئة الاستهلاك، تجزئة للمجتمع، بحيث أن في مجتمع واحد نجد رغبات كثيرة. لو نحصر اليوم في هذه القاعة ما هي الأقلام التي تملكونها، سوف أحصر حوالي 20 نوعا أو 30 أو 100 نوع من الأقلام. هذه جاية من ماذا؟ من أن الفرد في حد ذاته يشعر بدرجة من الحرية أنه يختار ما يريد من المنتجات، وهذا جاء بفضل ماذا؟ بفضل هذه الفترة التي نعيشها ما بعد، ما يسمى بعد الحداثة. حتى أوضح الفروقات، في بداية القرن التاسع عشر فورد كان يقول مقولة مشهورة: يمكن للمستهلكين أن يختاروا اللون الذي يريدونه،
للسيارات بشرط أن يكون هذا اللون أسود. يعني لماذا؟ لأن في بداية القرن التاسع عشر فورد كان ينتج سيارات بكميات كبيرة وكان يبيعها يعني باستمرار وما عنده كان يعني إشكال، وبالتالي أنه يغير اللون سوف يشكل له عائق إنتاجي، وبالتالي المستهلك لم يكن لديه الخيار، فقط لديه خيار السيارة، عفوا لديه إمكانية شراء السيارة السوداء. إذن يمكن القول أن عصر أو المجتمع في عصر ما بعد الحداثة ليس مرتبط بجماعات عقلانية التي نعرفها وتعاقدية، بل هو مرتبط بجماعة ذات نوع عاطفي أو شعوري، ليس بالضرورة أن تقول له ماذا يفعل، ولكن يريد أن يكون، يريد أن يحقق ذاته في هذا الإطار، وهذا مهم جدا. يعني اليوم الكثير من الإشكاليات الموجودة أننا لا نفهم توجهات مثلا ما يسمى جينيريشن زد أو مثل الشباب اللي أمامي الآن، أننا لا نفهم أنهم يريدون أن يكونوا، بمعنى كل واحد عنده شخصيته يريد أن يبرهنها في الواقع، وسوف تظهر هذه الشخصية حتى في استهلاكاته. إذن يمكن نقول أن مجتمع ما بعد الحداثة هو مجتمع مبني على شكل نسيج مصنوع من جماعات صغيرة، كوميونيتي صغيرة، عندها توجهات، عندها أفكار، عندها خيارات استهلاكية. إذن يمكن نقول إذا حللنا الوضع الحالي بالمقارنة مع الماضي كتسويق أو كمبادئ تسويقية، نقول أن اليوم الاستهلاك بكثرة وباستمرار، يعني كل لحظاتنا هي استهلاك، حتى وقت الراحة واستهلاك، حتى عندما تقوم بحركات رياضية أنت تستهلك ألبسة رياضية، تستهلك ساعة تعطيك كم دقات القلب إلى غير ذلك. إذن الاستهلاك هو موجود في كل لحظة من لحظات حياتنا. يمكن نقول أن الاستهلاك ليس مرتبط اليوم بمفهوم فيزيولوجي أي عضوي، ولكن هو مرتبط بنشاط اجتماعي من خلاله يبحث الفرد عن المتعة أو الاستمتاع وتقاسم مشاعر وتجارب. فالشخص الذي يريد يعني يذهب الآن إلى البحرين لكي يقضي نهاية الأسبوع، هو يذهب ليس لأنه ما عنده مكان يذهب إليه في الأحساء بهذا المعنى فقط يعني مبسط، ولكن يبحث عن تجارب معينة سوف يأخذها في نهاية الأسبوع في مدينة مثلا مثل البحرين أو دولة مثل البحرين. إذن من الضروري إعادة النظر في مفهوم التسويق، لأن إحنا أحيانا طلاب نعلمهم أشياء أن المنتج يلبي رغبة معينة في حياة الإنسان، يجب أن نوسع ذلك إلى التجربة experience. إذن لو نحكي عن مثلا مشاهدة ديربي بين الريال مدريد وبرشلونة، يمكن أن تشاهده لوحدك سوف يعطيك متعة معينة، ولكن إذا شاهدته مع أصدقائك مع مجموعة من الأشخاص سوف يعطيك متعة أكثر وإثارة أكثر. وذلك في السنوات الأخيرة شهدت زيادة مستمرة في حالات يعني التعقيد المتعلقة بفهم المستهلك وسلوكياته، فأصبح التشتت أو ما يسمى التفتت أو التجزئة كبيرة جدا في السوق، ذلك أن المستهلك أصبح لديه أبعاد كثيرة، يعني يبحث عن منتجات متنوعة التي تخدم هذا الجانب المتعلق بالمتعة والتجارب. غالباً في مجال التسويق التركيز على مستويات معينة، عندنا اجتماعي الكلي ما يسمى ماكرو يعني العام والجزئي والفرد. المنظمات اليوم أصبحت تركز أكثر اليوم على الاجتماعي الجزئي ما يسمى سب كالتشر، وإلى تجزئة ثقافة المستهلك إلى الدخول إلى مستويات أعمق للوصول إلى فهمه. لا ننسى هذا، لأن قبل أن نخدم المستهلك يجب أن نفهمه. ففي السنوات الأخيرة ظهرت نظريات كثيرة وسوف أعطيها لكم بسرعة. عندنا التسويق الجغرافي جيو ماركتينج الذي يبحث عن تحليل طلب على مستويات جغرافية معينة وعلى تحديد نقاط معينة لخدمته. هنا أذكر مثلا خدمات شركة كريم الذي عبر تطبيق معين يمكنك أن تفتحه عبر نظام جيو ماركتينج، يمكن أن تعرف
كم سيارة أمامك، وهذه السيارات يمكن اختيار واحدة منها لخدمة نقلك من مكان إلى آخر. لدينا تسويق العلاقات ويهدف إلى بناء وحفاظ على العلاقات على المدى البعيد مع العملاء، ولدينا مثلا experiential marketing، التسويق التجريبي الذي يركز على مجال التجربة والآثار التي هي تعطيها التجربة على 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 رضا على رضا العميل. ولدينا مثلا كورونو ماركتينج الذي يحاول ان يدرس تنقلية العملاء من منتج الى اخر ومن منظمة الى اخرى. لدينا تسويق الأصالة اوثنتسيتي ماركتينج ويركز على البحث عن الجوانب المتعلقة ب عفوا يتعلق بالبحث البحث عن الجوانب القديمة أو في الأصيلة في حياتنا لكي يعيدها ويصيغها بحيث يدفع المستهلك للاستهلاك. لدينا sensorial marketing والذي يهتم بالعوامل الحسية كالألوان والرائحة في التسويق. لدينا knowledge marketing والذي يحاول استخدام المعرفة في التسويق. ولدينا ethical marketing والذي يحاول ربط الاستراتيجيات المتعلقة بالتسويق بجانب التسويق والتعامل مع المستهلك. إذا لاحظ أن العمل حثيث في مجال التسويق لكي نواصل في التعمق في فهم المستهلك عبر أدوات معينة. تعريف المتعلق بالقبائل التسويقية، الآن أريد أن أدخل في الموضوع أكثر حتى لا أطيل عليكم، حتى لأن في دراسة حالة، من خلال دراسة حالة نفهم كل هذا الكلام. يمكن نقول أن القبيلة التسويقية هو نموذج يحلل المستهلك كأنه مجموعة من الأفراد غير متجانسين، تابعوا معي. يعني إذن في القبيلة ممكن يكون شخص 50 سنة وشاب في عمره 20 سنة، قد يكون امرأة رجل، قد يكون جنسية مختلفة من ثقافات مختلفة، أوكي، ولكن مرتبطين بماذا؟ بمشاعر أو شغف، ما يسمى passion، إذا كان ترجمت الكلمة بصدق في إشكال في الترجمة، عاطفية أو عاطفة مشتركة، وهو يهدف إلى خلق مجموعات من الأفراد حول ماذا؟ علامة، براند أو منتج، برودكت. أوكي، إذن هذا هو الهدف من القبيلة التسويقية. القبيلة التسويقية إذن هي كوكب مبني على مجتمع المنتج كما قلت ومجتمع العلامة، فهي تصنف شرائح حسب جوانب غير متجانسة من دراسات أو مبنية على دراسات سوسيو عرقية، ولكن هدفها في النهاية هو التركيز على الأحاسيس والعواطف المشتركة بين ألف وباء، أي بين شخص وآخر. إذن يمكن نقول أن اليوم هو يعتبر استراتيجية، أي تسويق قبل يعتبر استراتيجية تسويقية لتغذية تقارب المنظمات وعلاماتها ومنتجاتها مع مجموعة أو أكثر في السوق. إذن يمكن نقول أن في النهاية الرابطة الأقوى هي يعني كرابطة اجتماعية تعتبر الرابطة التي تبنيها المنظمة أقوى من المنتج، تابعوا معي. يعني المنظمة لا تركز على المنتج بحد ذاته لبيعه، ولكن تريد أن تنشئ الرابطة لكي بعد ذلك المنتج يباع تلقائيا. وهذا حتى أوضحه في مثال بسيط، ولكن سوف أرجع إلى مثال آخر. الآن الكثير مرتبط بأيبل، فهو يشتري دائما جوالات، كمبيوتر، كل أجهزة المتعلقة بهذه العلامة التجارية. إذن ما هي فرضية التسويق القبلي؟ هي استخدام القبائل كوحدات تحليل، يعني المجموعات الكوميونيتي هي أساس التحليل وليس الفرد. الفرد يدخل ضمن المجموعة، وبالتالي هذه المجموعة تستهلك منتجات معينة، وينظر إلى هذه المجموعات على أنها أنظمة فرعية أو ثقافات فرعية ضمن الثقافة الكلية. إذن يمكن تطوير القبائل، الآن في شركات كثيرة أن تعمل عليها، يمكن تطوير القبائل حول منتجات ومواقع الخدمة، وبالتالي يتم الربط المنتج عفوا المستهلك بالمنتج عبر قيمة الرابطة التي تحدثها المنظمة مع هذا المستهلك. إذن لاحظوا هذا الشكل، كلما يعني فهم المستهلك أو اعتبر المستهلك أن المنتج الذي يستهلكه ليس تجاري بل هو ثقافي، إذن يرتفع. كلما استطعنا أن نبني مجتمع العلامة مع الثقافة الاستهلاكية والفرعية اللي هي تابعة للمجموعة والتي سوف تشكل لنا جوانب تتعلق بالكوكب القبيلة التسويقية.
بالإضافة أو بأخذ بعين الاعتبار قضية الانتماء إلى الثقافة الكلية، بمعنى لا يمكنني الآن داخل هذا القاعة أن أفصل استهلاكاتكم المتعلقة بالألبسة من الثقافة الكلية الموجودة. أوكي، يعني اختلافاتكم في الثوب مثلاً، في الموضة متعلقة بالثوب مرتبطة بالثقافة التي تنتمون إليها. إذن سوف أرى هناك قبائل تسويقية، وهذا من خلال بحث قام به مجموعة من الطلاب، مثلاً الثقافة التسويقية أو ثقافة الاستهلاك عفواً في الثوب بين جدة والأحساء تختلف، تختلف في الألوان، تختلف في الشكل، لكن الكل جدة والأحساء تابعين لثقافة المملكة العربية السعودية. يعني إذا نحكي عن الناحية الثقافية، إذن هناك انتماء، ولكن ضمن هذا الانتماء يتم تكوين جماعات ثقافية فرعية. ما هي الوسائل الخمسة أو الوسائل الخمسة ونسميها طقوس في التسويق ضمن القبائل التسويقية؟ لدينا الأشياء، هناك شركات تصنع أشياء معينة يرتبط بها مستهلكون ضمن هذه القبيلة. لدينا الملابس، لدينا الأماكن التذكارية، كلمات، صور إلى غير ذلك. هذا كله سوف يظهر لنا بعد ذلك في الحالة الدراسية التي سوف نأخذها. المكان، لأن هنا وضعت المكان، الأماكن. في خصوص المكان بعض الباحثين قالوا المكان هو الذي بالتعريف التسويقي هو الذي يعطي هوية وعلاقة وتاريخ، بمعنى البرنابيو، هذا ملعب برنابيو، هذا مكان تسويقي. نعم، كامب نو، عفوا كامب نو، واضح علي أنه يحب كامب نو، يعتبر مكان تسويقي من ناحية تسويقية، يعتبر مكان. الطريق لا يعتبر مكان، لماذا؟ لأن الكامب نو عنده أشخاص يعيشون فيه، الحدث عنده علاقة متبادلة بين الأشخاص الذين يعيشونه، وعنده جذور، عنده شيء مهم جدا يربط الأفراد هذو مع هذا الملعب. ولذلك تلاحظون فيه منافسة شديدة الآن بين الشركات للحصول على أسماء ملاعب، يعني الإميريتس، الأرسنال مبلغ كبير دفع له، لماذا؟ لأنه يربط الإميريتس مع ملعب عريق، وفيه منافسة في هذا الإطار للشركة القطرية للحصول على اسم ملعب القطرية، لكن أظن مبلغ الذي طلب كبير جدا، ولكن أظن في السنوات المقبلة سوف نرى هذا الاسم على الملعب. إذن هذا ليس حسب الباحثين في التسويق ليس مكان، لأن الأشخاص الموجودين هنا ليسوا مرتبطين بشيء. أوكي، هم عابرين مستهلكين لكن ليسوا مرتبطين. المالك هو شركة، المكان الإنتاج هو ألبا بيمونتي في إيطاليا، الشركة المنتجة هي فيريرو، الآن تسمى كيندر فيريرو. هذا المنتج يبيع سنوياً حوالي 350 ألف طن، ويحقق رقم أعمال 1.7 مليار دولار. يعني لو أنتج منتج في 1964 وإلى يومنا هذا يعطيني هذا الكاش فلو، يمكن أقول لكم في شيء إحنا نقول في الثقافة العربية في سحر، وضع داخل فيه سحر لكي يجعل الناس تستهلك، لكن هذا السحر السحر التسويقي ضمن مفهوم القبيلة. المصطلح نوتيلا جاي من كلمتين، نوت اللي هي تعتبر باسم العربية إيش؟ كيف؟ نوت فول سوداني، وإلا أضيفت لها إلا لكي تصنع الكلمة المستساغة، فجاءت كلمة نوتيلا. أوكي، دورة حياة المنتج كما علمناها لطلابنا هي هذه. أوكي، إذن يفترض من 1964 يفترض أن المنتج يكون في مرحلة ماذا؟ يفترض مرحلة تدهور، يفترض افتراض أي منتج. لماذا؟ لأن لو أعطيتكم الصورة هذه أنتجت في 1964، هل وجدت سيارة مثل هذه الآن يعني في الطريق؟ أو هل فيه مستهلكين الآن يحبون هذه السيارة، يعني يحبون نيسان والهيلوكس؟ يعني هل يمكن أن تأخذ هذه السيارة الآن وتدور بها في الأحساء؟ ما فيها لا تكييف ولا شيء. هذا المنتج مش موجود الآن، بقي كأعداد قليلة للهواة. هذا المنتج ما زال إلى يومنا هذا، يعني حتى أشبه لكم قوة هذا المنتج. هو يعطي اليوم لشركة فيريرو 20% من أرقام أعمالها. شركة فيريرو في الشوكولاتة تعتبر
الرابعة الثالثة عفوا عالميا قبل نسلي، يعني حتى أعطيكم القوة، رقم أعمالها أكثر من 10 ملايير دولار. أوكي، والمنتج هذا يعطيها 20% ضمن هذا العمل، منتج واحد ده ولم يتغير ولم تتغير خلطته، فيه منافسة شديدة، يعني أنتجت منتجات من ناحية الذوق أحسن منه ولكن لم تلقى رواجا مثل ما لقي هذا المنتج. السر ما هو؟ أن هذا المنتج يدخل ضمن هذا المفهوم، أي أن الشركة استطاعت أن تنتج علاقة وطيدة بين المنتج والكوميونيتي، أصبح الناس متعلقين به ليس لأنه يستخدم للأكل فقط ولكن كعلاقة عاطفية شعورية. فالمنظمة تفطنت إلى هذا، هو لذيذ هو جيد، ولكن المنظمة تركز على الجوانب المتعلقة بالتجربة. أوكي، حتى أنها استحدثت كلمة مشهورة دخلت في قاموس الإيطالي تسمى كيموندو ساربي سانزا نوتيلا، معناه كيف سوف يكون العالم لولا وجود نوتيلا، إلى درجة هذه، يعني العالم سوف يكون يعني سلبي أو ليس جيد، بمعنى كنا سوف نفقد شيء عظيم، هذا شعارها. طيب، ما هي التقنيات المستخدمة في قبائل تسويقية؟ سوف أعطيها لكم الآن بخصوص هذا النموذج أو هذا المثال أو هذا دراسة حالة. الشركة تركز على الآن السوشيال ميديا وأنتجت مواقع كثيرة حسب نوع السوشيال ميديا، عندنا موقع رسمي، هذا في الموقع الرسمي التركيز كثير على هذا في الصفحة الأولى. تلاحظون ستوريز، ما هي ستوريز؟ هي مستهلكين يدخلون على الموقع ويحكون قصصهم مع نوتيلا بشكل يعني عفوي، كل واحد يحكي عن شيء كأنه يملكه وكأنه تربطه علاقة وطيدة معه كأنه شخص، فيحكي عن تجارب. فيه في الموقع 76 ألف قصة لأشخاص من 114 دولة. على مستوى الفيسبوك عندهم أكثر من 31 مليون متابع. من خلال هذا الصفحة أيضا في تواصل مع المستهلكين حول المنتج وربط علاقة وطيدة معهم. تويتر أيضا نفس الطريقة، في عمل على ربط العلاقة مع المستهلكين. على مستوى إنستغرام فيه، هنا نتكلم عن إنستغرام موجود على، أنا نوعتها لأن المواقع موضوع حسب البلدان، هنا الميدل إيست أي الشرق الأوسط. أيضا نفس الشيء على اليوتيوب وعلى بينترست، بحيث أن المنتج متواجد في جميع شبكة، في على مستوى شبكة التواصل الاجتماعي بكل أنواعها، والعلاقة التي استحدثها المنتج مع شبكة التواصل الاجتماعي أصبحت قوة بالنسبة للشركة. فمحبي نوتيلا يمكن استحداث صفحات على موقع الجامعة، موقع عفوا الشركة، وكتابة قصصهم وإدراج صورهم. يمكن نقول أن من الأشياء التي أخيراً وقعت كحملة إعلانية، ضع اسمك على المنتج، يعني أصبح لا يسمى نوتيلا، أصبح يسمى لاورا، كيارا، أندريا. يمكن أن تختار اسمك وترسله والشركة تنتجه وتضعه في السوق، بحيث عندما تروح تشتري تجد اسمك، وهذا يجعلك تحس أن هناك علاقة بين المنتج والعلامة، عفواً بين علاقة بينك وبين العلامة والمنتج. كذلك ركزت الشركة على ما يسمى البارتي، الحفلات مبنية على النوتيلا، بحيث تدعم قيام بحفلات من خلالها أساس المنتج، عفواً أساس الحفلة هو المنتج، وسمت نوتيلا بارتي. كذلك تم التركيز على جوانب كثيرة تتعلق بالتأثير الذهني، بحيث وصلوا إلى اليوم إلى أن يقولوا أن هناك كوميونيتي، هناك قبيلة يسمون النوتليون أو النوتليين، أو باللغة الإيطالية يسمى النوتيلاري، بحيث أن الجميع يضع صور في إنترنت بهذه الشوكولاتة ولا يستحي، بالعكس هو يفتخر بها، وهذه موجودة كلها في النت، حتى فيه ملابس تباع بهذا العلامة التجارية وتلبس. كذلك فيه جوانب تتعلق بالجادجت، حلي بسيطة يمكن شراءها واستخدامها. إذن يمكن أقول أن التحدي اليوم ليس للتسويق، ليس
تسويق المنتج ولكن تسويق المستهلك، معناه التعرف على احتياجات المستهلك وربط علاقة وطيدة معه. إذا استطاعت منظمة أن تفعل هذا يمكنها أن تبيع باستمرار، أقول باستمرار بمعنى أن تبيع كل المنتجات التي تحت العلامة وتحقق نتائج إيجابية على مدى البعيد. أنا أريد أن أعطيكم أمثلة أخرى، يعني ما يسمح لي الوقت لكي أتطرق إليها. عندنا أمثلة نفس الشيء تم تطبيقه مع هارلي دافيدسون، ونفس الشيء مع شركة دوكاتي لصناعة الدراجات النارية. عندنا أبل معروفة نفس الشيء، وعندنا مثلا هارفارد كشركة خدمية تقدم خدمات تعليمية. عندنا فيراري اليوم فيه توجه يسمونه أو المستهلكين يسمونه فيراريستي، أي فيراريون يحبون فقط هذه العلامات التجارية بشرط يكون عندهم اللي عندك يعني اللي يريد يدخل فيه. على فكرة ليس شرط أن تستهلك تشتري المنتج حتى تكون من القبيلة، يمكن تكون محب. لماذا؟ لأن الشركات هذه تركز على المدى البعيد، يعني المستهلك الحالي لكن هناك مستهلك محتمل. في هذه الحكاية هناك شخص منذ أيام قرأت مقال عنه، شاب ورث مبلغ مالي، أول شيء قام بشرائه هو سيارة فيراري. الغريب في الأمر ما هو؟ أنه لا يملك رخصة السياقة، يعني صغير في السن. لماذا؟ لأنه كان متعلق بها كثيراً لدرجة أنه أول فرصة جاته اشترى العلامة التجارية. شكراً على حسن إصغائكم، وأتمنى أنكم استفدتم.